خفنا من كورونا ولم نخف من الله. سبحان الله، فايروس صغير لا يرى بالعين المجردة أخافنا، وشعوب ظلمت لم تخف من الله سبحانه وتعالى. وكم والله يحزنني هذا الزمان، ونحن نرى مساجد بلا مصلين، وأذان بلا إقامة، ومنابر بلا خطباء. ما أشد حزننا هذا اليوم، والمساجد في الوطن العربي خالية، المساجد في وطننا العربي خالية. ماذا صنعنا نحن كي يطردنا الله من المساجد؟ ماذا صنعنا كي يطردنا الله؟ البارحة رأينا أبواب المسجد النبوي وهم يغلقونها. ماذا صنعنا حتى يطردنا الله من المسجد النبوي؟ أخبروني، ماذا صنعنا حتى يطردنا الله من المسجد الحرام؟ أخبروني أيها الناس، ماذا صنعنا حتى يطردنا الله من بيوته؟ تعالوا بنا لننظر في المرآة في وجوهنا ولو للحظات. ألسنا الذين كنا نأكل حق الميراث قبل كورونا؟ ألسنا الذين كنا في ازدحام على البنوك في الربا قبل كورونا، واليوم نبكي ونتباكى على أن المساجد أغلقت؟ نبكي ونتباكى على أن بيوت الله قد أغلقت في وجوهنا. ما أغلقت إلا لأننا قبل هذا الوباء كان عندنا وباء الظلم، وباء الحقد، وباء الغش، وباء الذنوب، وباء المعاصي. واليوم الله سبحانه وتعالى أراد أن يوصل لنا هذه الرسالة. أحبتي، لأول مرة في التاريخ لن تقام صلاة الجمعة اليوم في المسجد النبوي، ولا في المسجد الحرام، ولا في المساجد في بلاد المسلمين. ترى لماذا؟